مناسبة الزيارة النهاردة الحقيقة حضراتكم ليكم فيها الخير والبركة، وتزرع أجود أنواع الأقماح. يمكن المنيا من أجود أنواع الأقماح اللي في مصر بتتزرع هنا في محافظة المنيا. أنا جاي وسعيد إن إحنا بنفتتح موسم رسميا، يعني موسم الاستلام والحصاد من المنيا من الصعيد هنا. وإحنا بنشوف إن خلال اليومين اللي فاتوا المنيا سلمت أكثر من 9200 طن قمح تم تسليمهم وفرزهم بالفعل. مني إن قيمته أعلى بكتير من قيمة القمح العادي. لكن انت بتحط ده على ده وكله بسعر واحد، ليه؟ لا في بورصه ولا في نظام تسليم ولا في نظام توريد مظبوط. بقالنا سنوات طويله كله زي بعض، وبالتالي انت اساسا مالكش مصلحه انك تزرع صنف عن صنف، كله زي بعض. انت بتسلم بالوزن خلاص،